E7. انا مسافر بره مصر كام يوم، مش عارف هرجع امتى. هبعتلك الفيزا كارد بتاعتك عشان تصرفي على ابني. البقف اللي عندك ده ما يصرفش ولا مليم على ابني، واضح؟ مش ههدى، مش ههدى يا هنا، ارجوكي ما تستفزنيش وتقولي لي اهدى. ايوه بس الناس اللي جوه دي ملهاش ذنب تتعصب عليهم يا مؤنس. استنى بس، ده بني ادم ما عندوش شرف ولا دين. انا غلطان علشان اتسهلت معاه من الاول، بس معلش ملحوقه يا هنا، انا هخليه يوثق بامر محكمه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هنرفع قضيه طلاق ولا حتى خلع. المهم نخلص من وشه. انت كان عندك حق، انا ما كانش المفروض اتساهل معاه من الاول. بس كده يا مؤنس؟ بس ايه بس يا هنا؟ بس ايه؟ هو انت عاجبك اللي بيحصل فينا ده؟ انت بتزعلي كده ليه يا مؤنس؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا هنا انا دمي محروق عليكي، دمي محروق، ده حقك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. بس انا تعبت يا مؤنس، مش عايزه ادخل في قواضي ومحاكم تاني، تعبت. عندك حل تاني؟ ها؟ لو عندك حل تاني خلينا نعيش حياتنا بطريقه طبيعيه، انا هنفذه فورا. ما عنديش. بس هو كده هياخد مني ابراهيم، خصوصا ان ماما لسه تعبانه. صح؟ استغفرك ربي واتوب اليك. انا اسفه يا مؤنس، مش عارفه اقول لك ايه. انت اتظلمت معايا بظروفي دي بصراحه. ما ينفعش اجبرك انك تعيش في وسط ظروف تخصني انا بس. انا عارفه ان الوضع ده مش مريح لي. انا ممكن ارجع بيت ماما وافتحه لغايه لما حازم يظهر. لا لا يا هنا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا هنا انا مش مرتاح علشان بحبك. يا هنا اذا كنت مش مستحمل انك بايته في اوضه تانية تقولي لي اسيب البيت، انا مش هقدر استحمل ده يا هنا، مش هعرف. ليه؟ اقصد عليك من ده بايه؟ ليه رابط نفسك بست كل حياتها متدربكه بالشكل ده؟ علشان بحبك. بتحبيني ليه؟ في حد يسال حد بيحبه ليه؟ ساعات كتير كنت بناجي ربنا وانا لوحدي، بقوله ليه ما عرفتنيش عليها من زمان، من ساعه لما عرفت يعني ايه راجل وست. اقصد يعني انه ربنا والحمد لله فضله واسع قوي عليا، بس كفايه قوي انك قاعده معايا تحت سقف بيت واحد. بس اتفضل. Watch it.